في إطار إحياء موسم والنشاطات الثقافية والفنية لموسم الصيف والاصطياف، سطر من خلال دار الثقافة ومحافظة المهرجان سطر برنامجا ثريا ومتنوعا. هذا البرنامج يتوجه لكل الشرائح العمرية ويسعى لتلبية جميع الأذواق الجمالية. راني فرحان لوجودي هنا في برج بوعريريت، وكما قلت لي مشاهد دي مرة الأولى ومشي الأخرى. صافي عندي واحد فايتات من خطرات ولا أكثر وأنا نجي البرج، سواء عراس ولا حفلات ولا يعني، وهذا شيء فرحني كثير لأن جمهور تاع البرج بوعريريت دواق ويحب الكلمة النظيفة ويحب الأغنية يعني تاع التراث كما نقولوا، ماشي غير شعبي يعني الأغنية الجزائرية بصفة عامة. اليوم تفاعل الجمهور راهو في منتهى الروعة، الجمهور اليوم راهو فرحان وراهو جمهور كبير، جا الغاشي وهذه شهادة والحمد لله، احنا فرحانين ببلادنا، بلادنا فيها الخير.